باب قول الله لآدم أخرج بعث النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول، وفي رواية للبخاري: فينادى بصوت أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. لبيك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، بعث النار أي من يرسل إلى النار، شطر أي نصف، كالرقمة كالقطعة البيضاء.